الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتغيرات العادية تعتبر convenient، مناسبة لتخزين الأرقام، النصوص، العناصر البسيطة، لكن إذا كان معك مجموعة من العناصر المستقلة بذاتها والمرتبطة مع بعضها في نفس الوقت، يعني كل عنصر standalone by itself وكلهم كده تحت بند واحد أو تحت قائمة واحدة، وانت عايز تخزنهم كلهم في نفس الوقت، زي مثلا قائمة بالأشياء، قائمة بالبلدان، حاجات زي كده. علشان كده يا جماعة عندنا نوع مميز من أنواع المتغيرات اسمه إيه؟ اسمه الأري. الأري دي تعتبر واحدة من نقط الارتكاز في جافا سكريبت، يعني حجر أساس قلب زاوية، وهي ببساطة عبارة عن مصفوفة من اسمها كده، يعني عناصر، يعني مكان بتتصف فيه العناصر، حلو، بتتشال في سيلز في خلايا، تقدر تخزن جواها عدد قليل كبير، العدد اللي انت محتاجه حسب ما انت محتاج من العناصر، وتقدر بعدين تعمل عليها عمليات مختلفة، تستدعيها، تغير في قيمها، تعمل مجموعهم، ايا يكن عناصر مختلفة. ده كده ايه زي تقطير نظري بسيط عن الجانب العملي اللي احنا راح نشتغله ان شاء الله باذن الله في الاري. طيب علشان تدرج مصفوفة في جافا سكريبت عندك طريقة من طريقتين، حلو الكلام يا جماعة؟ جميل. الطريقة الاولانية بتكون، خلينا نبدأ بالشورت واي، يعني الطريقة المختصرة زي ما بيقولوا كده، تمام؟ الشورت واي ديت فيها بتعمل ايه؟ أول حاجة بتنشئ variable undefined، يعني ايه مثلا؟ خلينا نقول كده، هنقول var وهنقول مثلا اسم الفاريبل الاولانيه ده يا جماعه مثلا كومباني، var company، حلو، وهنفنش الامر بسيمي كولن، يعني في الاول كده احنا هنحاول ننشئ undefined variable، انا عملت فاريبل كده ما حددتش فيه اي شيء، اسمه ايه؟ اسمه كومباني. جميل جميل. الخطوه الثانيه هي اضافه العناصر، اقصد القيم، اضافه القيم المختلفه للاري دي، تمام كده؟ جميل. الكلام ده بيتعمل ازاي؟ باخد اسم البتاع اللي انا كنت لسه كاتبه من شويه ده وانزل علشان اضيف فيه العناصر، فانا هقول له يا جماعه ان كمباني دي بتساوي، اضيف العناصر ازاي؟ بفتح سكوير بريسز، بفتح اقواس مربعه، تمام كده؟ اقواس المربعه دي بحط فيها العناصر تبع الاري تبعي، حلو كده؟ جميل. ما بين كل عنصر والتاني ببتدي افصل ما بين كل عنصر والتاني بايه؟ بالكوما، سيبريتد باي كوماز. جميل. ولنفرض انا عناصري كلها هخليها مثلا سترنجات، هقول لك مثلا هنا سامسونج العنصر الاولاني، العنصر الثاني مثلا هقول لك نوكيا، العنصر الثالث مثلا مايكروسوفت، تمام كده؟ انا عندي الاري من الثلاث عناصر دول. دي الطريقه اللي ممكن بيها ايه اصوف او انشئ ما نطلق عليه بالفاريبل، حلو كده؟ جميل. لو انا مثلا معايا مثال عايز اوضح بيه الفرق ما بين الاري وما بين الفاريبل، افرض معايا او ارسم المشهد الجميل ده بان الفاريبل عباره عن كوبايه. الكوبايه دي يعني انت بتحاول تحط فيها حاجه من نوع معين، بتحط فيها مثلا ميه، تمام؟ طب لو عايز تحط شاي ما ينفعش بقى تحطه في نفس الكوبايه، بتحاول تجيب كوبايه تاني، ها؟ طيب لو عايز تحط ينسون بتحاول تجيب كوبايه تاني، كوبايه ثالثه، كوبايه رابعه، كوبايه خمسه، وهكذا، حلو كده؟ طب لو عايز تحط في الكوبايات دي، عايز تخلي مجموعه خاصه بالمشاريب، ومجموعه خاصه مثلا بالحاجات السخنه، مجموعه خاصه بالحاجات البارده، تروح عامل ايه بقى؟ تروح جايب صينيه كبيره وحاطط فيها مثلا ست كوبايات في اربع كوبايات، تمام كده؟ 6 في 4 24 كوبايه، وتروح تقول اني او انا هبتدي من اول كوبايه على اليمين شاي، بعدين ينسون، بعدين مش عارف ايه، بعدين مش عارف ايه، الكلام ده اهو اللي في الاخر ده اسمه ايه؟ اسمه اري، لكن الوحده الواحده من الاري لما تطلعها الكوبايه بتاعت الشاي دي بتعباره عن ايه؟ بتعباره عن فاريبل. اللهم خير يا رب. جميل. خلونا طيب نشتغل براكتيكال كده عشان نطبق ونشوف راح تظهر ازاي. انا فاتح الكونسول ومش في اللايف بريفيو بتاعت اتوم يا جماعه، تمام؟ انا اساسا مش فاتح اتوم يعني. فانا هقول نفس القصه، هقول var على نفس المثال بتاعي company، وهفنش الامر، انا اسف كمان جه فوق، هنزل بشيفت انتر عشان اكمل بقيه الامر بتاعي. var company هو هيقول له يا جماعه ان company دي
بتساوي، وافتح القوسين المعقوفين وافنش الامر بسيمي كولن، وهبتدي احط بدل العناصر تبعي ادي في الاول مثلا سامسونج وهاخد كوما، وكان المثال التاني تقريبا نوكيا تمام، وهاخد كوما، والتالت خلينا نقول برضو مايكروسوفت. جميل، دولت العناصر تبعي. لو انا جيت استخدم او هستخدم جملة document to try it علشان افنش او عشان اتست الموضوع، طيب هقول له بلاش document to try it، خلينا نقول console.log، وهفتح وهقول له والله company. تمام، لو عملت انتر هيروح يقول لي بص يا سيدي انت عندك ثلاث عناصر، الثلاث عناصر ديت عباره عن سامسونج العنصر الاول، العنصر الثاني عباره عن نوكيا، العنصر الثالث عباره عن مايكروسوفت، والنقطه بتاعت زيرو ده اسمه اندكس، هنجيله ان شاء الله باذن الله. الانجلس بيساوي ثلاثه، وطبعا البروتو ذات الكلام ده راح نحكي فيه ان شاء الله باذن الله، بس مش في الحلقه دي، الحلقه دي بس ايه زي التقطير النظري لموضوع الاري قبل ما ندخل في التفاصيل تبعها. حلو الكلام، جميل جدا. دي بالنسبة لأول طريقة اللي بتكون عبارة عن الشورت يعني، الطريقة اللي زي كده ايه مختصرة تقدر تقول عليها. الطريقة التانية بقى، في الطريقة التانية انت راح تعمل حاجة مختلفة شوية. ايه بقى اللي انت راح تعمله؟ اللي انت راح تعمله انك في الأول هتعرف المصفوفة دي على انها اوبجكت، وراح نتكلم عن القضية ديت ان شاء الله بزنف وقتها بعدين. تمام، يعني هتبدأ بتعريف المصفوفة بشكل مباشر company، انا مقصودش ان السي كابيتال يا جماعة، تمام company، وهتقول له بتساوي زي ما عرفنا الديت، هتقول له new، ونيو طبعا اول حرف small، وبعدين هتروح تقول له array، array ده instructor الحرف الاولاني اللي فيه، اسف constructor الحرف الاولاني اللي فيه بيكون capital lock، وزي موضوع الديت بالظبط يعني. حلو، وتروح فاتح بعدين القوس وتحط اتصف بقيه العناصر زي ما انت عارف يعني تمام، ولنفرض كانوا ثلاث عناصر زي ما احنا حاطين، وفنش الامر بسيمي كولن، وممكن تكتب الامر بتاع document to try. نجرب الطريقه ديت برضو علشان نبقى جربنا الاثنين. ماشي، هنقول المره دي company بتساوي ونيو، وفتح الري، خد بالك ان حرف الاي كابيتال اهو، حتى هو بيقول لك الري، وتفتح بقى الاقواس عشان تحط القيم بتاعت الري، وانا نفضل ان احنا ايه ناخدها كوبي من الحاجات اللي كانت موجوده فوق علشان ما نتعبش نفسنا ونكتبها مره تاني بالبريسز بتاعتهم. لو انا عملت اسف كنترول اس، بالي ان انا لسه موجود في البراوزر قافل فاتوم يا جماعه، ولو كتبت الامر الخاص بكونسول دوت لوك كومباني واعمل انتر هيجيب لي نفس السيناريو بتاعي. دولت عندك طريقتين، في الطريقه الاولانيه بتعرف فيها المهم اللي هنحكي عن موضوع التعريف بتاع الطريقه الثانيه ده، بس احنا اخذناهم من باب ان احنا ايه نكون في الصوره يعني. حلو الكلام، جميل جدا جميل جدا. نيجي للنقطة التانية اللي هو الحاجات اللي هو عاملها الصفر والواحد والاثنين. الأمر المميز يا جماعة في الـ في في الأريج إن كل عنصر من عناصرها ممكن إن أنت تعالجه كعنصر لونلي ستاند ألون، ها كعنصر مستقل بذاته، علشان كده ممكن تجمع في مصفوفة واحدة مجموعة من العناصر اللي الديفرنت داتا تايبس، اللي يعني حتى هما ممكن يكونوا ديفرنت داتا تايبس، فاهمني انت يعني ايه؟ يعني ممكن تحط سامسونج جاي، وممكن تشيل نوكيا وتروح تكتب مثلا رقم 7، وممكن تشيل مايكروسوفت ديت خالص وتحط قيمه برضو من ضمن الكلمات المحجوزه زي مثلا فولز. تمام؟ لو عملت ولو عملت بقى انتر هروح يقول لك سامسونج و7 وفولز، يعني عادي الري ممكن تشيل فيها ديفرنت تايبس من ديفرنت داتا تايبس. حلو، الجانب الثاني علشان نكون في الصوره، كل عنصر من عناصر المصفوفه بيتم تخزينه في حاجه اسمها سلوت. السلوت والكلام ده الناس اللي درست صيانه تفهم الموضوع ده، من ضمن الحاجات اللي هو زي في قلب الذواكر. السلوت ده بمنتهى البساطه عباره عن مانيوم، تمام؟ ده مانيوم خاص بالبي، يعني كل عنصر من عناصر المصفوفه بيتخزن في سلوت في الميموري خاص بيه هو. جميل، وبياخد حاجه اسمها اندكس نمبر. الله يمسيك بالخير يا دكتور هالة، هي اللي فهمتنا موضوع الاندكس نمبر ده. الاندكس اي اندكس يا جماعه في الكمبيوتر بيبدا برقم صفر،
تمام. اي اندكس في الكمبيوتر ده على سبيل الارشفه يعني اول عنصر بيبدا بالرقم 0 الاندكس بتاعه ها في الخريطه ها. العنصر الثاني بيبدا بالرقم 1، العنصر الثالث 2 وهكذا. فانت ايه عايز تجيب الاندكس اطرح منه 1 علشان ايه هو بيبتدي بالصفر ما بيبتديش بالرقم 1 لغايه لما تخلص وهكذا. حلو الكلام ده، ده موضوع الاندكس. طيب خلينا نقول لو انت عايز تستدعي عنصر معين بالاندكس بتاعه، انا انا عامل var فوق، فانت لو عايز تستدعي عنصر معين بالاندكس بتاعه خلينا نقول مثلا كونسول. حلو كونسول تاب دوت لوج وافتح الاقواس وانا هستدعي يا جماعه العنصر رقم صفر. انا معرف فوق اهو انا مغير اصلي يعني اخر حاجه اشتغلت عليها ده العنصر رقم صفر اللي هو سامسونج، ده العنصر رقم واحد اللي هو 7، وده العنصر رقم 2 اللي هو القيمه فودز. طيب ساعتها بقى انا هعمل ايه؟ ما بين كونسول دوت لوج هبتدي اكتب ايه يا جماعه؟ هكتب اسم الاري تبعي زي ما كنت بكتب اسم الفاريبل، يبقى كومباني. جميل ممتاز. بعدين اعمل ايه؟ اروح فاتح القوسين السكوير. طيب وجوه القوسين السكوير دول احط ايه؟ احط الاندكس، احط الاندكس. يعني انا لو حطيت صفر وعملت انتر هيقول لي ايه كومباني از نوت ديفايند، انا ما عرفتلوش يا جماعه كومباني كومباني از نوت ديفايند. ماشي حاضر اوكي. خلونا ناخد ناخد لو طلعنا باتجاه فوق كمان فوق اهو كومباني. ناخد المثال الجميل ده ما بين دبل بريسز هنكتب رقم صفر ونعمل انتر، اروح يكتب لك سامسونج اللي هو ايه انا عايز اكتب القيمه رقم صفر، فبالتالي سامسونج. لو انا طلعت فوق وغيرت له مثلا وقلت له انا مش عايز القيمه رقم صفر انا عايز اكتب القيمه رقم مثلا 2 وعملت انتر هيقول لي فولس، لان دي ده صفر وده واحد وده 2. فده الطريقه اللي ممكن من خلالها انك تستدعي قيمه معينه. تمام. المهاره اللي جايه لو انت عايز تعمل ريتريف او ترجع قيمه معينه من عناصر المصفوفه، ساعتها هتحتاج انك تنادي على 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 يعني بص انا بحاول اقول ايه الطريقه دي انت فيها استخدمت الاندكس، ناديت على العنصر بالاندكس. الطريقه اللي جايه دي هتنادي على العنصر بفاريبل. ها واضحه؟ هتوضح مع مين؟ مع المثال. خلينا نجيب المثال اللي فوق ده يا جماعه. حلو كده. حلو نمسح بقى السطر بتاع كونسول دوت رايت ده، وانا عندي الـ 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 العنصر تبعي فار كومباني، والكومباني فيها سامسونج و7 وفولز. اروح اعمل ايه انا بقى؟ خليني ايه خليني على مثال نوكيا وسامسونج، خلينا على مثال فوق ده يا جماعه علشان ايه المثال يبقى زي يعني توظيفي شويه بس مش اكتر. هعمل كنترول في، هيبقى انا عندي سامسونج ونوكيا ومايكروسوفت. جميل. هروح انا اعمل ايه؟ هروح معرف متغير اقول له فار. المتغير ده انا هستهدف فيه القيمه الثانيه. ماشي. يبقى سكند انا هكتب عندي كده سكند كومباني فار سكند كومباني. طيب بعديه هتعمل ايه؟ هحط يساوي، انا عايز اغير في القيمه. ها بعديه هتروح حاطط ايه؟ بعديه يساوي. انت عايز تنادي على مين؟ انت فهمتني كده، انا عايز انادي على نوكيا فاهمني، فرحت عامل متغير وسميته سكند كومباني، وعايز اعمل ريتريف اخد نوكيا دي اللي هو العنصر بتاع نوكيا. حلو الكلام ده. جميل. فهروح اعمل ايه يا جماعه؟ برضو بالاندكس هروح اعمل ايه؟ هروح كاتب اسم الري كومباني، وما بين السكوير اقواس السكوير هروح كاتب الاندكس بتاعه. تمام. يبقى نوكيا في الاندكس رقم كام؟ رقم 1. يبقى انت كده انت عايز تقول له ايه؟ بتقول له بص يا سيدي انا عرفت لك متغير سميته سكند كومباني، القيمه بتاعت المتغير سكند كومباني دي هتهالي من الاري اللي اسمها كومباني فوق. ها طب انه واحده في الاري؟ انا عايز الاري اللي في الاندكس رقم 1. يبقى ايه؟ يبقى هيسيب سامسونج ويبص على نوكيا، يروح ياخد هو في الاول هيجرى كده هيروح داخل على كمباني، كمباني فيها ايه؟ الاندكس رقم 1 اللي هو نوكيا، يروح واخدها ومشيلها لك فين؟ ومشيلها لك في الفاريبل اللي اسمه سكند كمباني. فانت بقى دلوقتي لو عملت كوبي لسكند كمباني وجيت دلوقتي تحاول تكتب جمله اخراج زي مثلا كونسول دوت مثلا لوك تمام، ونقفل الكلام ده ونحط جوه منها اسم الفار ونروح عاملين انتر، هتلاقيه يطلع لك ايه؟ هتلاقيه يطلع لك نوكيا. حلو خالص. الحاجه الثالثه بقى او المهاره الرابعه ربما، اذا انت حابب تغير في قيمه متغير معين من عناصر الاري تبعك، كل اللي انت محتاجه انك جاست تشاور عليه. ها تشاور عليه يعني ايه؟ يعني تنادي عليه وبعدين تسند لي القيمه اللي انت عايز تغيرها. حلو جميل. يعني ايه؟ لو احنا على المثال برضو، لو احنا برضو على المثال اللي فوق ده،
انا معايا فار كومباني ومش عارف ايه، فاحنا عايزين ايه، خلينا ماشي، خلينا نمسح السطر ده ونسيب سطر الاظهار. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز اغير في قيمه الفاريبل رقم كام، رقم مثلا 3 مايكروسوفت. حلو جميل. فهتروح تنادي عليه، ها تنادي عليه، هتقول له بص يا سيدي بعد ما عرفت الكومباني، انت هتقول له بقى كومباني يا عم كومباني، ها انت عايز ايه؟ عايز ايه مني؟ هفتح الاقواس دي، تمام كده؟ ها عايز تنادي على مين؟ عايز انادي على العنصر رقم 2. العنصر رقم 2 اللي هو ايه؟ العنصر رقم 2 اللي هو مايكروسوفت. حلو. عايز تعمل فيه ايه؟ يساوي، عايز احط له ريتريف لقيمه. ها القيمه بتاعته عايز تخليها ايه؟ ما بين دبل كوتيشنز هكتب مثلا موتورول مثلا، يعني واعمل بقى ايه مش عارف كده، واروح اقول له مثلا كونسول دوت لوج، وفي كونسول دوت لوج هروح اعمل، لو انا عملت مثلا كمباني كلها، هو كده كده انت عارف ان كمباني هيصف لي بقيه العناصر كلها، ولو عملت انتر هتلاقي بقى حاطط لك سامسونج في الاول ونوكيا في الثاني، وبعدين قال لك اه مع العنصر الثالث اللي هو الاندكس بتاعه رقم 2 القيمه بتاعته اتغيرت من ايه، من مايكروسوفت وبقت ايه، او من مايكروسوفت بقت ايه، بقت موتورولا. فراح حاطط لك موتورولا فين؟ في المقام الثالث. ده كده شويه المهارات البسيطه اللي احنا حابين نراجعها كده مع بعض في الاري، او نبتدي يعني زي نبدا بيها في الاري. وما تقلق الاري كده كده ان شاء الله باذن الله حجر اساس، يعني ايه مش راح نسيبها في حالها ان شاء الله او باذن الله، وهتلاقيها معانا دايما في اماكن مختلفه. يا رب اكون عرفت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.